سيدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإنساني الاجتماعي ترحموا. مزيد من الرحمة تسكن قلوبنا، ونحن نشاهد مثل هذه الحالات اللي بنشاهدها في فقرات البرنامج المتنوعة. أنا أشكر كل الإخوة والأخوات فاعلين الخير اللي بيتواصلوا معنا ويمدوا البرنامج بهذا المد للإخوة المستضعفين والأسر الفقيرة والمحتاجين، جزاكم الله كل خير. شكر خاص لكل الإخوة داخل اليمن وخارجهم فعلوا فعلة الخير، وأخص بالشكر الجزيل كل الإخوة المغتربين في دول الخليج كلها وفي أمريكا وبريطانيا وكل الدول اللي بتتواصل معنا في هذه الفقرات. مزيد من الرحمة تسكن قلوبنا، أتمنى أن تنال رضاكم كل فقرات هذه الحلقة. التكافل والتراحم والحب والإحسان. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الفقرة، فقرة المساعدات الإنسانية والمبالغ المالية. احنا بنجي بعض الحارات، واحد من هذه المنازل هو هذا المنزل، بنشوف أصحابه. السلام عليكم، كيف حالك؟ الله يسلمكم. كيف صحتك؟ الحمد لله. ألف لا بأس عليكم. الله يسلمك. ممكن تأذني لي أو أصور معك أو أعمل معك هذا اللقاء؟ عادي، تفضل. الله يديلك العافية. أنت أم من؟ أم أدهم. أم أدهم، إيش ظروفكم؟ قالوا عندكم مرض وعندك؟ أبو أدهم عنده سرطان في المستقبل من قبل سنتين ونص. زوجك؟ أيوه. أيوه زوجي. أيوه. دلحين له كم؟ 7 أشهر تقريباً. أيوه. في المستشفى. أيوه. وبعدها؟ ودحين عادوا على نفس الطريق الحمد لله. قرروا له حاجات علاجات؟ عملوا له عمليه بس، ودحين عايش على تغذيه مركزيه. ومن معك ثاني بالبيت؟ انا وزوجي وعمتي. ما الله يديلكم العافيه. وين ادوها؟ في المدرسه. ها، كم منهم؟ اثنين. كم قدوا؟ ما لهم شيء؟ لا، 10 سنين واحد 7. الله يديلهم العافيه. ومن اللي بيصرف عليكم؟ الحمد لله فاعلين الخير. الحمد لله. وزوجك ايش كان يشتغل؟ عسكري. بالنسبه للبيت، بيتكم ايجار كمان؟ كم اللي يلحقه؟ 25. صاحب البيت الصدق الحمد لله. الله، يا ريت الناس مثله. تمام، فعل خير الصدق. تمام تمام، كويس. بالنسبة لرمضان، أنا البرنامج بيقدم لك سلة من السلال الغذائية. هذه سلة غذائية مقدمة من الشركة اليمنية للهاتف النقال، سبأ فول، أصالة وتواصل، المركز الرئيسي صنعاء. فيها مواد غذائية إن شاء الله. تمام. الله يفتح عليكم ويفتح علينا الخير. آمين. مع السلة هذه في قطمة سكر وقطمة رز وكيس دقيق. كثر الله خيرهم. الشركة اليمنية الهاتف النقال سبأ فول أصالة تواصل أيضا قدمت لك 100,000 ريال. خليها إن شاء الله تساعدك. لا، آمين يما، تساعدك إن شاء الله في المرض والحاجات هذه. إن شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك أنت وفعلين الخير وكل الذي يسعى في هذا الخير. إذا أتركك أنا، كل سنة وأنت طيبة. وأنت بصحة وسلامة. شهر إن شاء الله. شهر كريم علينا وعليك إن شاء الله. إذا مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، أشوفكم فقرة ثانية على خير. بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الفقرة، فقرة السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية. نحن هنا في واحدة من الحارات في أطراف الحديدة، نشوف هذا المنزل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. تقربي شوية كذا إذا سمحتي. أنت أم مين؟ أم إبراهيم. أم إبراهيم، تسمحين لنا نعمل معك هذا المقابلة؟ أكيد. تمام. السلام عليكم، كيف حالك يا حال؟ كيف ايامك؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ محمد مهدي غالب. حياك الله عم محمد، كيف انت؟ الف لا باس عليك. ايش في؟ لا دحين التحمت قريب غرغرينا. ها، جلست 3 شهور في المستشفى. ايوه والله العظيم، يعني لا حول ولا قوه. استعصلوها. ايوه. ليش؟ سكر كذا ولا ايش؟ السكر يعني متراكم معي من زمان. أيوة. الحمد لله. الله يدي لك والله العظيم، قبل اسبوع انا اتحلمك حلو. الله يدي لك. جزاكم الله خير، برنامج حلو جدا والله. عجبك؟ والله عجبنا للجميع، يعني خير للجميع. الحمد لله. جزاك الله خير. رساله لا بد نعملها. الله يستر عليك. الف لا باس عليك. الف لا باس. ايش حكايه رجله؟ ايش كانت؟ خلعت الظهري اللي جنب الكبير. اي نيه، الرجله هذه ولا الثانيه؟ الثانيه. ايوه ايوه. تهمليش كيف؟ ان هي تتباخر لذا وهي تستاكل بعدها سودت زي الكح. صح. ايوه ايوه. ما عاد افتهمليش ما هو الخبر، بعد استأكلت ماتت. كم جلس في المستشفى الحق محمد؟ جلس في المستشفى يمكن حوالي 1.5 شهر مدري كم، ورجع روح رجله مفتوح كده عادي. لا لازم تفتك، والسكر السكر متعب. قلت لي مستأجر للبيت. انت اشوف معك فور هنا ومعك ما فيش، يعني غزقه اوقت
بعدين ايش قالوا لك على العمليه هذه؟ ايش بيستوي الرجل الثانيه؟ ما بتاثرش؟ ما بتاثرش، ما تاثرش ان شاء الله. ان شاء الله ابغى اوقف عليها، ما اوقف عليها، اقدر اوقف شويه، اتعلم شويه، ما في من يعاون طبيعي علاج يعملوا لك. سوينا كل حاجه، يقول لك لما توقف عليها تمشي تروح صنعاء يسووا لك رجل اصطناعيه. رجل اصطناعيه عشان تساعدك في الوقوف. اذا مشاهدي الكرام، هذا نداء انساني. الان تليفون البرنامج بيمر امامكم على الشاشه. الحق محمد حصل له القصه اللي سمعتوها، والقصه الثانيه انه لازم يطلع صنعاء يعمل عمليه انه رجل صناعيه عشان تدعم له الرجل الثانيه. التليفون بيبان على الشاشه الان، اذا حبيتم فعلوا فعلات الخير ساعدوه، فالتليفون بيظهر لكم، احنا بنشل تليفونهم. وانتم تحبوا الناس يتصلوا بكم مباشرة ولا عن طريق؟ عن طريق البرنامج إن شاء الله أضمن وأوفى. عن طريق البرنامج إن شاء الله. كرسي أبو إن شاء الله يحتاج لكرسي بطاري. أبو بطاريق طبعا قيمته 700-800 ألف. أيوة منيتي أخذ كرسي، تعبت في الشارع، من يتعب من يتعب يسيبني، من يتعب كثيرة للخير كثير، بس تعبت والله يعني. إذا الكرسي هذا تعبني وعلي ديون قسما بالله والله العظيم يسألني 900 ألف، أنا ما أنام من الدين، ما يهمني أي حاجة، لا أكل لا شرب، ولا همي الدين يتسدد عني، أرتاح نفسيا ومعنويا. أنا في قلق وحالة نفسية في الليل، يجيلي ما يجيلي النوم. الله يعطيك، الله يبارك فيك ويخليك ويستر ويعطيك الخير للجميع. الدال الخير، الدال على الخير كفاعل. والله انتم تستاهلوا. والله حلمتك حلم، اقسم بالله. الحمد لله جينا وصافحتك هذا. الله الحمد لله. اذا الحمد لله، الحمد لله. اذا ان شاء الله فعل خير، وانا عملت النداء الانساني يستجيبوا لك الاخوه بالنسبه للعيد ونهايه رمضان. هذه سله غذائيه من فاعله خير ام فهد، جزاها الله كل خير. فيها مقاضي وان شاء الله تنفعك، في معها قطمه سكر وقطمه رز وكيس دقيق، ان شاء الله تكفيكم كمصاريف. مصاريف مع هذه السله في مبلغ مالي مقدم من ام فهد جزاها الله كل خير، 100 ألف ريال تخليها معك تساعدك ان شاء الله مصاريف للعيد. وكل سنه وانت طيب. النداء الانساني انا عملته يعني الشاشه، ان شاء الله يستجيبوا، واي اشياء تاتي احنا بنتصل بالحق، بناخذ منه رقم التليفون الان والحق محمد ونتواصل معه ان شاء الله. ايش نقول؟ خواتم بركه وعيد مبارك ان شاء الله. عيد مبارك. امين. الله يستر عليكم. سلام. وهكذا مشاهدي الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، أشوفكم فقرة ثانية على خير. بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا إلى هذه الفقرة، فقرة السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية. إحنا هنا في الحديدة. السلام عليكم. كيف حالك يا حالك؟ كيف حالك؟ تفضل. كيف صحتك؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ خالد مقبل احمد علي. خالد كيف صحتك؟ الحمد لله. اسمح لنا نعمل معك هذا اللقاء. نعم. عم خالد كل سنه وانت طيب. وانت طيب. وين العيال باقي؟ وينهم؟ كيف حالك؟ الحمد لله. اسمع. ايش في قلت لي ايش فيه؟ سمعوا يعني بطيء. بطيء. كيف حالك؟ من متى؟ لك فترة طويلة. وصغير يعني. كم لكم ساكنين هنا؟ لي 12 سنة. مستأجر له ولا ايش؟ ايوه رجال. ما شاء الله. وش تشتغل انت؟ اشتغل في مع واحد في المقابل. ها بالمعاويز والحاجات هذه. كويس. الحديدة منتشره الحكايه هذه. الحمد لله. تدرس؟ لا بالله. ليش؟ ما درست ولا واحد. ليش؟ ما في امكانيات. هل في درس حكوميه في؟ ما عندي، بس ما امشي يعني. انا كنت انا لحالي وهم كلهم صغار. صغار. يعني اشتغل ان شاء الله. هذا اشتغل لو كان اسبوعين اشتغل، دخلته من جرى اشتغل. صنفر صنفر. كويس. مهنه يعني. مهنة. طيب قلت لي عددهم كم؟ 5. أنا والأم والعيال 5. والعيال ما شاء الله عليهم. كم الإيجار حق الأم؟ 11 ألف. 11. وأنت كم مرتبك؟ كم؟ أنا أستلم بليون 3 ألف. يعني تمشي الحال. الحمد لله. الحمد. عليك ديون؟ عليك. نعم. كم؟ علي 200 ألف. ليش؟ تأخرت علي من أيام الأزمة وأيام. قد قلنا المفروض أن أصحاب الإيجارات يعني يهونوا على الناس، يسامحوهم، ينقصوا لهم الإيجارات وكذا. تمام. بالنسبة لمقاضي رمضان جبتم حاجة؟ ولا شيء. ما في. طيب البرنامج بيقدم سلة غذائية موجودة هنا عشان تشوفوها، سلة غذائية من اتش بي فاست، شركة الحوشبي للصرافة. مع سلة غذائية فيها مقاضي كثيرة إن شاء الله تساعدك أنت والعيال والبيت.
من اتش بي ومعها كيس دقيق وثنتين سكر وثنتين رز سويد. تمام؟ ما تنفع ان شاء الله كويس عشان رمضان والعيد والحاجات هذه. في مبلغ مالي 100,000 ريال مقدمه من شركه الحوشبي للصرافه اتش بي فاست، يعني 100,000 ريال تخليها معك ان شاء الله جزء من الديون اللي عليك. بهذا القدر مشاهدي الكرام نكتفي واشوفكم ان شاء الله في الفقره الثانيه على خير. بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. فقرة السلع الغذائية والمساعدة الإنسانية واحد من البيوت نشوفه هنا. السلام عليكم. ممكن تفتحوا لو سمحتي؟ كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أنت؟ كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب إن شاء الله. شهر كريم علينا وعليكم. شهر مبارك علينا. وين زوجيك؟ وين ابنيك؟ والله مرقد بالمستشفى مش موجود. منو؟ أحمد. أخوكي. أخي. طيب تسمحي لنا نعمل معك هذا اللقاء؟ ممكن. طيب أم ندى أذنت لنا ندخل البيت. هذو عيالك؟ هذول عيالي. كم عددهم؟ هذول عددهم 7. كيف حالك أمه؟ الحمد لله. كل سنة وأنت طيب؟ إن شاء الله. شهر كريم علينا وعليك. علينا. والحق؟ هذا خالي. خالك، أهلا وسهلا، كيف حالك أبا؟ الله يهب لك العافية أبا، يهب لك العافية. ها؟ أب كمل. ها ما يتكلم. والحق إيش في به؟ ألف لا بأس. سكر ايوه وانزلاق ظهري ايوه. تعالجي تاخذي علاج؟ والله اخذ علاج يهديك يعني شويه؟ يهديك شوية. كيف كيف من مثال المريضه؟ هي لها سنتين تكسرت زياده أيوة. الحمد لله يعني عالجناها الله بس الام تقدرش تمشي على لازم على العكاز هذا العكاز يعني الله يهب لها العافيه. طيب وانت زوجي قلت لي كيف؟ انا زوجي متوفي الله بس يحب. اخي بالمستشفى واحنا كلنا هنا اسره واحده في آه. فأخي هو اللي عولنا بس الآن جاله سرطان بالشفة السفلى والآن هو يرقد بالمستشفى. كم العملية؟ والله تكلف 1,200,000. أوه. فحصلنا واحد فاعل خير جزاه الله الحمد خير لله. بس دفع له نص قيمة العملية. أيوه. والآن هو عادوا بالمستشفى تحت العلاج يحتاج يعني فحوصات أيوة. وحق العلاج ومصاريف هناك أيوة. طبعا اخي الثاني معاق وهو يلازمه بالمستشفى. متى بيعمل العمليه؟ عملوا العمليه البارح خرج من المستشفى بس عادوا تحت العنايه المركزه يعني في العنايه. اذا مشاهدي الكرام احنا بنشوف هذه الحاله الرقم البرنامج بيظهر هذا نداء انساني اذا حبيتوا تساعدوا اسره هذه الست الطيبه اخوها زي ما شرحت عنده عمليه عمل عمليه ويحتاج تكلفه ثانيه بقيه العمليه والمصاريف يحتاج لها مبلغ مالي كبير في حدود 600,000 ريال. احنا بناخذ تليفونهم اذا حبيت يتصلوا بك الناس مباشره ولا عن طريق البرنامج؟ عادي كله واحد يعني انت براحتك. كله واحد عادي ما فيش مشكله انت اللي تختاري ما فيش مشكله اذا وصلت عن يدك فهي بتوصل للفقراء مساكين ما يعني تختاري عادي. البرنامج اختار البرنامج الله يدي لك العافيه. اذا هذه مسؤوليه وذمه واذا اي مبلغ انا ارجو انكم تساعدوا هذه الاسره. شفتم الحقه الكبيره يعني مسكينه تعبانه. لا كمان في الاسره معي ثنتين واحنا ايه. معاها شحنه بالدماغ يعني تخضع للعلاج الصغيره هذه ايوه الآن تتدرب في مركز التدريب التأهيل. أيوة التأهيل والثاني وهذا هذه معها تكسرات بالدم البنت أيوة تكسرات بالدم من إيش من إيش تتم بالحدود عندكم مشكلة يعني وراثي المرض هذا وتناقل بين أيوة بين وهذا يتيم طبعا وهو ساكن معهم تتربيه الله, الله يهب لكم العافية جزاكم الله يدي لك العافية. برمضان إيش سويتي برمضان؟ الحمد لله والله عاد ما فيش أي حاجة بس على بركة الله إن شاء الله بإذن الله. في سلة غذائية مقدمة من شركة أحياء سويل وإخوان والتجارة والاستثمار المحدودة قدمت مجموعة مقاضي إن شاء الله بتشوفيها هنا في دبتين زيت وفي قطمتين سكر وقطمتين رز واثنين شاهي يعني إن شاء الله بتكفيكم طول رمضان. الله يعطيهم الصحة والعافية ويبارك لهم ربنا في المال. أنت أم البنات أم البنات وزوجة الرجل أخوها أخوها اللي مريض الله يشفيه إن شاء الله ويرجع لكم سالم غانم. طيب في مبلغ مالي 100,000 ريال مقدمة من شركة إحياء سهيل وإخوانه للتجارة والاستثمار المحدودة قدموا 100,000 ريال تخليها معاكي إن شاء الله تكفيكم مصاريف وبقية حاجات جزاكم الله خير. آمين سلمي الله يدي لك العافية إن شاء الله. البنات كم عددهم قلتوا لي؟ ست الله يدي لهم العافية والولد. طيب في شنطات ملابس مقدمة بتراحم 20-22 هذه شنطة إن شاء الله بتنفع للعيال الصغار والبنات يعني كويسة لكم إن شاء الله تمام.
وفي 50,000 ريال من فاعل خير في أمريكا من تينيسي، خليها معك أيضا عشان بقية المصاريف، وكمان 50,000 ريال مقدمة من طاورة خليها معك يعني تدفعكم مصاريف. الله يبارك لكم إن شاء الله بإذن الله، ويعطيكم العافية والصحة ويسهل لكم إن شاء الله بإذن الله دربكم. الله يديكم العافية ويعني يشفي مريضكم إن شاء الله بإذن الله. آمين إن شاء الله لبناته يرجع وأسرته. أذكركم بالنداء الإنساني اللي عملنا لهذه الأسرة عشان مريضهم، ربنا يعيده بالسلامة، وأي مساعدة تأتي منكم فاعلي وفاعلات الخير بنأخذها ونتواصل معهم ونديها لهم. جزاكم الله كل خير، أشوفكم أنا إن شاء الله في فقرة ثانية على خير. التكافل والتراحم والحب والإحسان. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لهذه الفقرة. أذكركم بإحنا راجعين لفين، لا شك أنكم عرفتم هذا المنزل، أذكركم فقط بالذي حصل فيه. يعني حقك خربان كثير، يعني ما عاد تشتغل بوش؟ أنا ما أشتغل بوش، كل نفس وطن ويشتغل علينا على الأسرة. ها أحسن. أيوة أحسن، أحسن من الفلوس كلها وأحسن من والله الذي في فلوسنا عجل. لا أنت قولي الذي اشتهبه الحق ياسميك رمضان. ايوه رمضان ما شاء الله عليك، رمضان اسم جميل. اختاري شوفي، انا اخيرك، انا بالبرنامج كله ما خيرت واحدة. أيوة. ولا واحد الا انت. أيوة. تشتري اني تجيب موتور، البرنامج يدي موتور سيكل لابنك؟ لا اشتري له حق المصارف للأسرة. والموتور ما والموتور ما تشتريش. هذه لطيفة السيدة، رائعة انت، رائعة منجزة. الله يديلك العافية. عرفتم هذه الأسرة والذي دار فيها. الكلام اللي قالته الحقة والدة الأخ سليمان اللي شاهدتموه، احنا بنعود الآن بحاجة ثانية وبفقرة قوية من فقرات البرنامج، هي فقرة عدنا. السلام عليكم. أهلا وسهلا، كيف حق سليمان؟ والله الحمد لله. كيف صايم ما شاء الله عليك؟ الله. ها؟ تعبان؟ كيف أنت؟ إيش سويت بالسيكل؟ والله مثل ما أنا. ها؟ كيف حالك حقة؟ كيف أنت؟ تعالي هنا شوية. الحمد لله. خلونا نعمل معاكم، تسمعوا لنا نعمل مقابلة. مسموح؟ ما شاء الله عليك، الكلام حقيقي، الكلام كان قوي ومؤثر على الناس يا حقة. قلت لي السيكل فيلو؟ الآن نشوف. بالله عليك. الله دعوة احنا الدر ولا الدر يا هب عمل. بالله. الله الذي يبث لنا جزانا مصابنا أنا ما منشت مهار. ما فيش الله، ما احنا أي حاجة الله ما. يعني يالله راحت. احنا الله وأنت. الله يهبك العافية. الله يستر عليك ربي إن شاء الله، وربي يبارك فيك ويرزق الذي يمد. الله يديلك العافية. أنا بقول لك حاجة، أنت بتشوفي هنا، شوفي الحارة كيف، الحارة كيف تجمعوا اليوم، تجمعوا عشانكم الحارة كله. عملنا لك هذه المفاجأة في البرنامج، تعالي يا سليمان هنا. آمين يا أم الله، آمين. شوفي كيف جبنا لكم سيكل بدل السيكل. بارك الله فيك يا أولادك في البلد. آمين يا أم، آمين. يلا. الله يهبك العافية. يلا. ما شاء الله. يلا. تمام يا أم، الله يرزقك. آمين يا أم. هذا يعني عبارة عن حاجة إن شاء الله وسيلة رزق. إيش رأيك سليمان كيف؟ والله الحمد لله، شكرا جزاكم الله ألف خير، ما قصرتم. أنت إيش مبسوط؟ الحمد لله والله مبسوط مرتاح، الحمد لله فرحة لا تقدر. الحمد لله أن الذي يتكلمون يتكلمون ما يكسروا كذا حالتين حالون حن شامين. الله يبارك لكم، هذا صح. إن شاء الله دفعين الخير اللي جابوا إن شاء الله، ربهم يرزقهم الذرية الصالحة ويعطيهم من خير من خير. هذا هو من فعل خير، جزاه الله كل خير، ومجموعة من الإخوان اللي عملوه عشان الأسرة، هذا الأسرة الطيبة. هذا عقد التمليك سليمان علي، تراحموا ستة، وهذا التوقيع حقي 2022 ميلادية. بالشكل هذا أصبح عقد التمليك لك، الموتور الآن أصبح لكم يا حجة، وهذه حقك أخوك. طيبين وأنتم طيبين. هذا مجموعة فاعلين خير، نقول جزاهم الله كل خير. فاعل خير أبو عمر من ألمانيا 50,000 ريال، وفاعلة خير أمريكا الدعاء بعودة بناتها جزاها الله كل خير، وفاعلة خير أم عبد الرحمن الإمارات، فاعلة خير أمريكا أم قاسم الشعيبي روح والديها الله يرحمهم،
وفي فاعلة خير أم تميم، وأيضا فاعلة خير أم محمد أمريكا، روح والدها وعمتها والدعاء لهم بالرحمة والشفاء لها. الله يرحمها. آمين يا أمه. نشفيهم من كل مريض، من كل مألول، من كل ميت. الله يرحمها الرحمة الرحيمة. وهي أيضا من فاعل خير في الضالع، جزاه الله كل خير. هذه المبالغ يا أمه، يعني حق المطر هذا جزاهم الله كل خير. جزاهم الله كل خير، لكن في 50,000 ريال تخليها معاك، انت قلتي عليك ديون يا حقي. اه ديون 250. 250. هذا فاعل خير ميم زي الف من امريكا قدم 50,000 ريال، وفي 50,000 ريال من ام قاسم الشعيبي لروح والديها الله يرحمهم قدمت 50,000 ريال، وفي 50,000 ريال اخرى من فاعل خير في الضالع جزاه الله كل خير تخليها معك، وفي 50,000 ريال أخرى من فاعل خير في أمريكا وقال الدعاء لصلاح أولاده. هذه الآن 200,000، والدين حقيقة كم باقي له؟ 50,000. وهذه 50,000 ريال من أم محمد جزاه الله كل خير في أمريكا لروح ووالدها وعمتها، والدعاء لهم بالرحمة والشفاء لها أيضا. كذا تمام؟ الآن 250,000 ريال معي. سددي ديونك، كل سنة وأنتم طيبين، وعيد مبارك عليكم. عليكم شكرا 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 عبد الملك السماوي على هذه، جزاكم الله ألف خير، جزا الله في عيال الخير كله خير إن شاء الله. الله يدي لك العافية، وإن شاء الله مشروع كويس لكم. آمين. وسيلة رزق كويسة. آمين. لك يا أمة. آمين. شكرا يا أم سليمة. شكرا. أسيبك أنا أسيبك. يلا الحمد لله. الله يدي لك العافية. آمين. أشوفكم أنا إن شاء الله فقرة ثانية على خير مشاهدينا الكرام. بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا إلى هذه الفقرة، فقرة المؤشرون. الإعسار وأن يصل الإنسان إلى درجة لا يستطيع أن يسدد ما عليه من إلزامات أو ديون. معنا الإخوة اللي بيظهروا معنا أو الأخوات المعسرين والمعسرات في هذا الشهر الفضيل، معنا جهات داعمة للبرنامج، وأيضا أنتم فاعلين فاعلات الخير. الضيف أو الضيفة بيظهر ما بيظهر شويه، بيظهر الرقم زي الحالة اللي معي الآن، بتشوفوا رقمها على الشاشة ظهرت الآن، وإحنا نحاول نشوف إيش الموضوع. كيف حالك؟ الحمد لله. كل سنة وأنت طيب. إيش نقول لك؟ شهر كريم أو خواتم مباركة؟ شهر كريم وخواتم مباركة. خواتم مباركة. اسمك الكريم أبو محمد. أبو محمد. أبو محمد. كم معك أولاد أنت؟ معي ستة. ستة ما شاء الله. تسمح لنا نعمل معك اللقاء هذا؟ طبيعي. تمام. إيش الحكاية اللي حصلت معك؟ الحكاية استوى علي حادث. والمحكمة حكمت علي ب 750. إيش حادث؟ إيش؟ حادث باص وسيارة. أنت تسوق؟ أنا أسوق الباص. الباص أيوه. باص ركاب؟ بس ركاب. واستبنا الركاب وقالنا وبقيت عقل للمحكمة. ايش تقلبتم ولا صدمت ناس؟ ما استدمنا بالهايلوكس. ايوه وايش اللي حصل؟ بعدين رانا المحكمة، المحكمة حكمت علي ب 750. ليش؟ ايش اللي عملته انت؟ ايش اللي حصل؟ تعوروا؟ السيارة حقهم تعورت. ها يعني بإصلاح السيارة؟ إصلاح السيارة. الحمد لله ما ماتش واحد ولا منهم؟ لا ما فيش سلام. ايوه وبعدين؟ بعد ما يشتغل لك على تصليح سيارتهم كلها جديد، حكمت علينا القاضي، حكم علينا ب 750,000. والظروف ما فيش عندي المبلغ، ما سدد لهم اياه. فاحتبسنا لما الان طلعنا بضمانه على اساس ندبرهم او 17 شوال ترجع تتدعك الناس ولا ترجع تاخذ. تحتبس. طيب وما حد ساعدك؟ ما حد ساعدنا ولا حتى بمية. كم قلت لي معك اولاد؟ ستة. من يصرف عليهم الان؟ انا اصرف عليهم. الآن أنت موقف ما يصرف عليك؟ لا الآن لا، من الأهل من الأخوان يوقفوا معك. أيوة. إنه شوف ساعات مشكلة بسيطة، صدم سيارة دحشتها ومدري إيش، وبعد غريمك غريمك جهة يعني بيتعبوا يتعبوا يطلعوا حقهم. فالحكاية إنه هي أيضا الشركة هذه تدافع عن حقوق الناس أيضا. ها فمشكلة. طيب ما حاولتش يقسطوا لك يعفوك؟ حاولنا ما فيش، ما يشتلوا مبلغ حقهم. حقهم ايوه. انا عندنا الحمل الان في النيابه على اساس في حقهم. انا في النيابه اسال الله في فاعل خير او يساعدنا قاعد يسلمها للنيابه، والنيابه تسلمها، انا ما اشتريش ولا ريال واحد.
وتصير خارج منهم. صحيح. القانون والقانون طبعا لازم يدي للناس حقوقهم سواء لك ولا عليك يعني فيطبقوا. طيب احنا ما بنطولش الموضوع معك، انتم بتشاهدوا رقم مشاهدين الكرام اذا حبيتوا تساعدوا، ومبلغ بسيط. البرنامج بيحاول بقدر الامكان انه يقدم مبلغ يحل مشكلة أي مشكلة من مشاكل المعسرين أو المعسرات معانا. وإن شاء الله أنا أشوف أنه في كثير كثير أنا أقولها من الجهات اللي عليهم يعني الاستحقاق أخذ فلوس بيتفاعلوا مع الفقرات وبيساعدوا الناس. أرجو من شركة تأمين هذا إن إذا شافت هذه الفقرة تساعد هذا المعسر، لأن إحنا ما شنقدر نسدد له 750,000، مبلغ كبير على البرنامج طبعا، إلا إذا قدموا فعلوا فعلات الخير وجزاهم الله كل خير. البرنامج بيقدم في 250,000 ريال من بنك اليمن والكويت ملهم المستقبل، بيقدم 250,000 ريال جزاهم الله كل خير. هم اللي ايه بيفتحوا بصراحة المجال أمام الناس، وبادرة رائعة من هذا البنك، وإن شاء الله يقتدوا الناس كلهم، لأنه أيضا مشاكلكم المحسنين مشاكل كبيرة كبيرة. نعم. وفي 100,000 ريال من فاعلين خير هم أصدقائي لروح والدهم المتوفي الله يرحمه ويسكنه الجنة، والدهم الآن معك 350,000 ريال. وفي مياه بلادي قدمت 100,000 ريال، مياه بلادي لصحتي وصحة أولادي، يعني بيقدموا مثل هذه الأشياء فعل الخير جزاهم الله كل خير. معك الآن 450,000 ريال، كم بيبقي لك؟ 300. وفي 50,000 ريال مقدمة من طاورة جزاها الله كل خير، الآن معك 500,000 ريال، هذا اللي نقدر احنا نقدمها. ويعني بالنسبة للمجال الآخر انه مسموح ومتاح أمام فعلوا فعلات الخير، ساعدوا هذا المعسر، رقمه بيبان على الشاشة، بنأخذ تلفونه ونساعده. هذه 500,000 ريال لن تسلم له، لكن ستسلم إلى النيابة هنا، معنا مندوبها الأستاذ منير وجزاه الله كل خير، بيبذلوا مجهود كبير، بيعمل لنا استلام بها ويحركوا الموضوع هذا، ونتمنى طبعا انه يحتل. رقمك بيظهر على الشاشه الان، وفاعلوا فعاله خير اذا حبوا يساعدوك حيساعدوك ان شاء الله. ناخذ تلفونك. انا في الاخير مشاهدي الكرام لا يسعني الا ان اصل واياكم الى ختام هذه الفقره، اشوفكم على خير باذن الله. بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الفقرة، فقرة المساعدات الإنسانية والسلال الغذائية. نشوف هذا المنزل. السلام عليكم، كيف حالك؟ بخير. كيف أنت؟ كل سنة طيبة وأنت بألف خير. اسميك أم من؟ أم خالد. أم خالد. وين زوجي؟ موجود داخل. ليش ما يخرج؟ لأنه مرض بالفقرات ما يقدر. ما يقدرش. أنت اللي بتكلم. أيوة. يعني طيب يا أم خالد تسمحي لنا نعمل معك هذه المقابلة؟ تمام. هذا بيتكم يا أم خالد؟ هذا بيت أنا. أيوة. يعني ملك؟ أيوة. الحمد لله ما عاد فيش إيجارات. لا ما عاد فيش. هذا زوجك؟ أيوة. أيوة. السلام عليكم، كيف حالك؟ ألف لا بأس عليك. إيش في بك؟ والله تعبان بالعمود الفقري. إيش فلت ولا إيش؟ لا تأكل في فقرات. تأكل بكثير. مرض يعني. أيوة تأكل عنده في الفقرات العمود الفقري. كم من قبل كم؟ الفقرة الثانية والثالثة. من قبل كم؟ من سنتين. هل بدأت حكاية؟ أيوة. وإيش شغلت؟ كنت أشتغل بناء. بالبناء. مهم لك. الله يشفيك. بعدين إيش قرروا علاجات؟ قرروا علاجات وعملية. العملية تكلف إحنا أكثر من 3 مليون. بس ما نقدرش احنا نسوي هذه العمليه ابدا. الان على علاجات يمشي على ياخذ يخف يمشي دلدله زي حمام زي كذا. من هنا لاينا الحمد لله مع العلاجات الحمد لله. الله يشفي زوجي. هذا نداء انساني. التليفون بيظهر لكم على الشاشه الان مشاهدي الكرام، للي يحب يساعد هذا الرجل. هو عائل اسرته اسره كبيره ما شاء الله عليهم في الحديده هنا، والتليفون بيظهر على الشاشه اذا حبيتوا فاعلوا فاعله الخير ساعدوه.
ابعثوا اللي تقدروا عليه واحنا ناخذ تلفونهم واي شيء ياتي منكم بنوصله لهم غير اللي بيدي لهم البرنامج احنا بناخذ التلفون وانتم احرار هل يتصلوا بكم الناس مباشره ولا عن طريق البرنامج اللي تشوفوا يتصلوا عن طريق البرنامج عن طريق البرنامج اختارت ام خالد ان يكون التواصل واي حاجه بدكم جزاكم الله كل خير الاسره تستاهل مساعده والرجل فعلا تعبان وعمليه طويله عريضه الشيء الجميل بتسمعوا صوت العصافير منزل بتبيع هذه العصافير بتعمل لها دخل والأرانب الصغيرات هذول اللي في الحوش ومعها مكينة أيضا خياطة بتشتغل يعني ست جدعة يسموها يقولوا بالمصري البرنامج بيقدم سلة غذائية مقدمة من شركة رشاد بحير الحوالة المالية النجم للصرافة السلة هذه فيها مقاضي كثير إن شاء الله بتفيدكم إن شاء الله مع هذه السلة في قطمتين رز وقطمتين سكر وكيس دقيق في مبلغ مالي مقدم من شركة رشاد بحير النجم الحوالة المالية 100,000 ريال تخليها معك إن شاء الله تساعدك وأنا قد فعلت النداء الإنساني لزوجك وإن شاء الله يتفاعلوا مع الناس وأي حاجة تأتي إحنا بنوصلها لك وكل سنة وأنتي طيبة أنتي وأسرتك هذه الطيبة في البرنامج بيقدم شنطة تراحم 2022 الموسم السادس بيقدم ملابس إن شاء الله لك وللبنات والحاجة تمام إن شاء الله جزاكم الله ألف خير عشان كسوة عيد يعني مقدمة هذه من فاعل الخير في السعودية وفي صنعاء بهذا القدر اكتفي مشاهدي الكرام بهذه الفقرة أشوفكم فقرة ثانية على خير بالتكافل والتراحم والحب والإحسان مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم إلى هذه الفقرة فقرة السلع الغذائية والمساعدة الإنسانية احنا بنجي لبعض الحواري هذه الحارات اللي احنا بنوصل لها فيها ناس مستحقين هذه العائلة السلام عليكم السلام عليكم كيف كنت ساكن فوق المنطقة كم عدد أسرتك 8 في البداية اسمك الكريم شرف عبد الواحد عمي شرف تسمح لنا نصور معك تمام تدري كم عدد الأطفال والأولاد 8 ما شاء الله بيتك ولا مساجد ايش تشتغل عامل ما بش والله عامل بناء عامل ولا ما ما أي عمل تعالى باب الله صح أي عمل أنت عليك إيجار ديون كم 70 حق كم حق 13 مصاريف رمضان والمصاريف نقضي بعض الحين نشتغل بعض الحين ما بش هذا ما رتبتش طيب البرنامج بيقدم لك مبلغ مالي من العربية لصوامع الغلال المطاحن الدقيقة المحدودة بيقدم لك 100,000 ريال خليها معك تقضي الدين الذي عليك وتخلي الباقي مصارف وفي معاهم كيسين واحد بر الخريف 50 كيلو والثاني دقيق الخريف أيضا 50 كيلو مقدم من العربية لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المحدودة تمام شكرا لكم الله يجزيكم خير إذن بهذا القدر مشاهدي الكرام وكون وصلت إلى ختام هذه الفقرة أشوفكم فقرة ثانية على خير التكافل والتراحم والحب
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الفقرة، فقرة الآبار والسقايات. هذا بئر وسقاية فاعلة خير أم مهند في أمريكا، مغتربة يمنية في أمريكا، جزاها الله كل خير، عملت هذا المشروع. المنظومة كاملة عبارة عن خزان وأعمال سباكة ومواد سباكة، وأيضا عشان ما يتجمعش الماء هنا عملوا هذه الفناطيس عشان الماء ما البعوض. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. إيش رأيك بالمشروع؟ مشروع ناجح إن شاء الله، ومشروع خيري والله ملك الحمد على نجاحه، وجزا الله ألف خير اللي صلح المشروع. فاعلة خير يا أم مهند. جزا الله ألف خير. مغتربة في الأنعام. جزا الله ألف خير، ومشروع ناجح إن شاء الله لأبناء الحارة. صدقة جارية. صدقة جارية إن شاء الله. كويس. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سلام عليه. إيش رأيكم أنتم بهذه المشروع؟ هذا مشروع ضخم، جزاهم الله خير الذي فعلوا المشروع هذا، والذي سعوا فيه، والذي يعني قدموا يعني التسهيلات إلى نجاح هذا المشروع الذي ينفع الناس في هذه الحالة. جزاهم الله خير. إن شاء الله يكون يعني فوائده تعود للناس. أنا أشوف البسطاء والناس السكان هذي بيأخذوا كذا بيت. يأخذهم يعني عشرة البيوت. أيوه. مش بيت يعني ولا اثنين ولا ثلاثة، عشرة البيوت. يأخذهم. جاء في وقته أعتقد. وجاء في وقته، وقت الحمى، وقت المحتاج للماء. الله يسلمك. الله يجزيهم الخير. جزاك الله خير. انت اول شيء يعني تسعد لي. نشكر الله ونشكر الساعين على هذا المشروع. الله يديك العافيه، واحنا بنعمل حاجات يعني تعود فائدتها للناس. مشاهدي الكرام، انتهى العمل في سقايه وبئر ام مهند فاعله خير، جزاها الله كل خير. وبنشوف الاولاد الان بيشيلوا الماء، يقدروا يودوها لمنازلهم، وبالشكل هذا اكتمل المشروع تماما. طبعا قلنا المشروع منظومه متكامله، الخزان مع الدكه هذه اللي فيها الماء، والبئر هنا، والمنظومه الشمسيه في اعلى المنزل هذا، عباره عن الواح شمسيه، وتتم اوتوماتيكيا عندما ينتهي الماء ويمتلئ يتم سحب كميه ثانيه من البئر الذي هو موجود هنا، ويمتلئ الخزان والناس يفضلوا ياخذوا الماء من، وبالشكل هذا تكون منظومة متكاملة، ويقدر الناس يأخذوا المياه ويعني يستفيدوا منها. أشوفكم أنا إن شاء الله فقرة ثانية على خير. أتمنى تكون مثل هذه المشاريع تعود بالأشياء التنموية والأشياء اللي تساعد الناس. أشوفكم على خير فقرة ثانية بإذن الله. بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. بهذا القدر نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الإنسان الاجتماعي تراحموا. مزيد من التراحم إن شاء الله يسكن قلوبنا جميعا. أنا أشكر كل الإخوة والأخوات فاعلين وفاعلات الخير اللي فعلا بيتعاطفوا مع هذه الفقرات ويمدوا الناس بالصدقات الممتازة، واحنا بنوزعها بأمانة لكل من يستحق. لكم مني أطيب التحيات وأرق المنى، وأشوفكم إن شاء الله يوم غد في حلقة ثانية على خير. قبل الختام نبقى مع هذا الدعاء. اللهم وفقنا واحفظنا في حياتنا، وبارك لنا في أرزاقنا وذرياتنا. اللهم ابعد عنا كل حزن وشقاء، ويسر أمورنا بنور وضياء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفكة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم ابعد عنا كل بلاء، وارفع عنا كل وباء، يا رب الأرض والسماء. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس. بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالخير والمعروف والعطف والإحساس. أكيد باني شوف كف العطان براس، بالخير والمعروف والعطف والإحساس. أكيد باني شوف كف العطان براس.